اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل مع بعض بلوزة اطفالي بغرزة مفرغة، ما بتاخدش خيط كتير. هنعملها مقاس 5 سنين، طريقتها سهلة وبسيطة. هنستخدم خيط اليزا ديفا، وهستخدم مع الخيط ده ابرة مقاس 3. كل اللي هنعمله ان احنا هناخد مقاس محيط الصدر ومقاس محيط الارداف للطفلة اللي انا عايزة اعمل لها البلوزة، وهعمل المقاس الأكبر وهقلل منه 5 سنتي من الجهة دي و5 سنتي من القطعة التانية، يعني هقلل من إجمالي المقاس اللي أنا هعمله 10 سنتي. أنا هشتغلها قطعتين، قطعة خلفية وقطعة أمامية، فأنا هاخد المقاس وأقسمه على 2. مثلا لو المقاس طلع معايا مثلا 100 سنتي، بعمل قطعتين كل قطعة 50 سنتي، وبقلل من كل قطعة 10 سنتي. هنبتدي نشتغل مع بعض. الغرزة بتاعتنا النهاردة من مضاعفات الرقم 5، يعني بترتفي 5 سلسلة لحد ما توصلي للعرض اللي انت عاوزاه. يبقى انا هنا في البلوزة بتاعتي النهاردة ارتفعت 65 سلسلة، عملت عقدة البداية وهشتغل 65 سلسلة. 1 2 3 4 5، هكمل 65 سلسلة وهرجع لكم تاني. اشتغلت 65 غرزة سلسلة، دلوقتي هزود عليهم سلسلة واحدة ارتفاع، احط ايدي عليها بالشكل ده كده، وهزود 4 سلاسل اللي هيكونوا معايا ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة. 1 2 3 4، دول ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة. هلف الخيط على الإبرة مرتين، هسيب الغرزة اللي أنا ارتفعتها اللي هي قبل ال4 غرز عمود، يعني هسيب سلسلة 2 3 4 5، وهدخل في السلسلة رقم 6 وهشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة. دخلت جوه الغرزة وبسحب الخيط، هلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من كمان حلقتين، وهلف واطلع من اخر حلقتين. هلف الخيط كمان مرة مرتين على الابرة، وهروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة. بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من كمان حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. كده اشتغلت معايا 3 غرز عمود، ال4 سلاسل الارتفاع اعتبرهم معايا عمود، وعملت كمان غرزتين عمود ب2 لفة. هشتغل سلسلتين وهلف الخيط مرتين على الإبرة، وهسيب تحت غرزة 2، وهروح في الغرزة التالتة وهشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة. هلف الخيط مرتين على الإبرة، وهروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة. هلف الخيط مرتين على الإبرة، واروح لغرزة السلسلة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة. بعد كده برتفع سلسلتين، وبلف الخيط مرتين على الإبرة، وبسيب زيهم تحت، بسيب غرزة سلسلة التانية، وبدخل في السلسلة التالتة وبشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة، وهلف الخيط تاني مرتين على الإبرة، واروح للغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة. هلف الخيط مرتين على الإبرة، واروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة. وبعد كده بشتغل سلسلتين، بلف الخيط مرتين على الإبرة، وبعد غرزة 2، بدخل في الغرزة التالتة، وبكرر كده لحد نهاية الدور، ان انا بشتغل 3 غرزة عمود ب2 لفة. بالغرزة اللي بعديها بعمل غرزة واحدة عمود ب2 لفة، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة. وبعد كده بشتغل سلسلتين، وبسيب سلسلتين تحت، وبشتغل في 3 غرز سلاسل، كل غرزة بشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة، وهفضل مكملة بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل لنهاية الدور. هكمل لنهاية الدور وارجع لكم تاني.
اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر، واتبقى معايا في النهاية 3 ورا سلاسل تحت. هشتغل سلسلتين، هلف الخيط مرتين على الإبرة زي ما متعودة، وهسيب غرزة 2 واروح لآخر غرزة سلسلة وهشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة. كده وصلنا لنهاية السطر الأول وبقى معايا بالشكل ده. كده هنتقل للسطر التاني، وكل السطور هتبقى تكرار للسطر التاني. ان انا هشتغل 4 سلسلة اللي هم ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة، وهلف الشغل، هلف الخيط مرتين على الإبرة، هدخل في الفراغ الأول ده وهشتغل فيه كمان 2 غرزة عمود ب2 لفة. كده دي أول غرزة، وفي نفس المكان بشتغل كمان غرزة عمود ب2 لفة. كده دي تاني غرزة، يبقى الـ4 سلاسل هعتبرهم أول عمود ب2 لفة، واشتغلت كمان 2 يبقى معايا 3. هشتغل سلسلتين، انا هتجاهل الـ3 أعمدة دولي وهروح للفراغ اللي هو فراغ الـ2 سلسلة ده، وهشتغل فيه 3 غرزة عمود ب2 لفة. كده 1، كده 2، كده 3، وبفضل مكملة بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور. ان انا بشتغل سلسلتين، بروح في كل فراغ 2 سلسلة، ان انا بتجاهل الاعمدة وبروح للفراغات، بشتغل في كل فراغ 3 غرزة عمود ب2 لفة. كده 2، كده 3، وبعد كده سلسلتين وبتجاهل الأعمدة وبروح لفراغ الـ2 سلسلة اللي بعديها على طول، وبشتغل فيه 3 غرزة عمود ب2 لفة. وهفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية السطر، وهقول لكم هنقفل السطر ده ازاي. كل الأسطر اللي بعد كده هتبقى تكرار للسطر التاني، وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور. ان انا عملت في كل فراغ 2 سلسلة، عملت فيه 3 غرزة عمود ب2 لفة. دلوقتي هنا هيكون معايا الـ3 أعمدة اللي تحت، فهشتغل سلسلتين، هلف الخيط مرتين على الإبرة، هتجاهل أول عمودين وهروح هنا الـ4 سلاسل الارتفاع اللي كنت ارتفعتهم، وهدخل في رابع غرزة سلسلة وهشتغل فيها غرزة عمود ب2 لفة، وهرتفع بنفس الطريقة اللي ارتفعت بيها السطر التاني. ان انا بشتغل 4 سلسلة وبعمل في نفس الفراغ 2 غرزة عمود ب2 لفة، سلسلتين، وبشتغل في كل فراغ 2 سلسلة موجود معايا 3 غرزة عمود ب2 لفة، وهفضل مرتفع كده بنفس الطريقة لحد ما انا اوصل للطول اللي انا عاوزاه. انا المقاس ده هشتغل منه 23 سطر، اشتغلت منه سطرين، هشتغل كمان 21 سطر، هشتغل قطعتين زي دي بالظبط، قطعة هي اشتغلتها اشتغل قطعة كمان زيها بنفس سلاسل الارتفاع اللي ارتفعتها، وهرجع لكم تاني اقول لكم هنشبكها ازاي. واشتغلت بنفس الطريقة وارتفعت 23 سطر بنفس الغرزة الشكل ده كده، واشتغلت كمان قطعة زيها بالظبط بنفس عدد السلاسل وارتفعت برضو 23 سطر. فدلوقتي انا هجيب القطعتين وهحطهم على بعض بالشكل ده كده، عشان اشبك الكتف في بعضه. فهيكون عندي هنا 3 أعمدة هيكون مقابلهم فراغ اللي هو فراغ الـ2 سلسلة، فانا هشبك الكتف، فاجيب ابرة، الابرة والخيط ممكن انت تشبكيهم بابرة التنظيف عادي. فانا هنا عندي اول عمود الـ4 سلسلة، هدخل في رابع غرزة سلسلة من ناحيتي، واروح برضو عند رابع غرزة سلسلة هنا، هسحب الخيط بالإبرة، وهشتغل غرزة سلسلة بالشكل ده كده،
بعد كده عندي هنا تاني عمود هدخل فوقيه وهدخل في الفراغ اللي قدامه بالظبط وهشتغل فيه غرزة حشو. هيقابلني العمود التالت هدخل جواه واروح برضو فراغ الاتنين سلسلة هدخل فيه وهشتغل غرزة حشو. انا هنا كان عندي 3 اعمدة والناحية التانية مقابلة فراغ في القطعة التانية، هنا هيكون عندي فراغ وبيقابلوا الـ3 اعمدة، فانا هدخل في الفراغ هنا واروح عند اول عمود في القطعة التانية وهشتغل فيه غرزة حشو. هدخل برضو في الفراغ واروح عند تاني عمود في القطعة التانية وهشتغل غرزة حشو. هدخل في الفراغ الاتنين سلسلة وهدخل في اخر عمود وهشتغل غرزة حشو. انا كده شبكت في بدلتين، يكون انا عندي 3 اعمدة هيقابلهم من الناحية التانية فراغ، فهدخل في اول عمود والفراغ اللي بيقابله في القطعة التانية وهشتغل فيه غرزة حشو. هي مش هتبقى باينة بس انت لما تشتغلي هتبقى سهلة معاكي لان انت هتكوني عارفة بطريقة الكلام. هدخل في العمود التاني والفراغ اللي قدامه في القطعة التانية وهشتغل غرزة حشو، في العمود التالت والفراغ اللي قدامه وهشتغل غرزة حشو. كده انا شبكت القطعتين في بعض بالشكل ده كده اهو، فمش باين التشبيكة، طريقتها سهلة اهي. هشبك كمان واحدة، هنا هيكون عندي الفراغ هدخل فيه وهيكون عندي الأعمدة الناحية التانية، هدخل في أول عمود وبشتغل غرزة حشو وهدخل في الفراغ واروح عند تاني عمود وهشتغل فيه غرزة حشو وهدخل في الفراغ وبروح عند آخر عمود وبشتغل فيه غرزة حشو بالشكل ده كده. كده انا شبكت 1 2 3 4، هشبك اخر فراغ وكده يكون اكتفيت بالتشبيك كده بحجم الكتف، عرض الكتف. لو انت حابة تزوديه عن كده عادي. فهنا هدخل في اول عمود والفراغ اللي قدامه في القطعة التانية وهشتغل غرزة حشو، هدخل عند تاني عمود والفراغ اللي قدامه في القطعة التانية وبشتغل غرزة حشو، هدخل عند اخر عمود وبدخل في الفراغ وبشتغل غرزة حشو. وبرتفع سلسلة وهقص الخيط الزيادة، هيكون معايا التشبيك كده هيديني الشكل ده. لو انت حابة تزودي تشبكي اكتر بتشبكي، انما نفس عدد التشبيك اللي هشبكه هنا هو اللي هشبكه في الناحية التانية بالشكل ده كده. هشبك نفس العدد هنا وارجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه في الجانب. وشبكت عدد الوحدات هنا زي ما شبكت هنا، تكون معايا بالشكل ده كده مش باينه خالص كده. دي مقاس حردة الرقبة، لو انت حابة تقلليها عن كده بتزودي عدد التشبيك، لو انت حابة تزوديها بتقللي عدد الوحدات اللي هنا اللي انت بتشبكي فيهم في بعض. نفس الطريقة كده. دلوقتي هنبتدي نعمل الجناب، هقلب البلوزة على ظهرها برضو. احنا نراعي ان البلوزة بتمط علشان ما نزودش عدد سلاسل، احنا بنقيس المقاس وبنعمله مظبوط وبنقلل 10 سنتي زي ما اتفقنا عشان البلوزة بتمط. فانا هنا هعمل مكان لحردة الايد، فهسيب فراغ اهو 2، انا بعد الفراغات ما بعدش السلاسل، هسيب فراغ 2 3 4، هشتغل من اول الفراغ ده. والناحية التانية هسيب غرزة 2 3 4، الشكل ده كده. هيقابلني هنا برضو فراغ قدامه أعمدة نايمة، انتي ممكن تشبكيهم في بعض، ممكن يعني ما تقلليش 10 سنتي وتشبكيهم في بعض بنفس الطريقة اللي انا شبكت فيها هنا بغرز الحشو.
او بإبرة التنظيف، هسيب فراغ 2 3 4 5، وفي الجهة التانية هسيب 1 2 3 4 5، فيكون هنا قدامي فراغ مقابله أعمدة. انت لو حابة تقللي المسافة دي عن كده بتاعت حردة الايد بتقلليها، لو حابة بتزوديها بتزوديها. فانا هسيب 5 فراغات يعني، وهشتغل في الفراغ السادس سلاسل. فبدخل هنا فاسحب الخيط، هرتفع السلسلة، اتنين تلاتة أربعة خمسة، واروح هنا عند الأعمدة النايمة اللي في الناحية التانية اللي في القطعة التانية، وهشتغل فيها غرزة منزلقة. وبعد كده هشتغل 1 2 3 4 5، وهروح لنفس الفراغ اللي اشتغلت فيه وهشتغل فيه غرزة منزلقة، وهرتفع سلسلة 2 3 4 5، وهروح عند العمود برضو النايم اللي قدامه في الناحية التانية اهو، وهشتغل فيه غرزة منزلقة. الشكل ده كده، دي السلاسل معايا اللي في الجنب، هتدي شكل حلو قوي لما تتفرد في اللبس اهي. يبقى انا هنا اشتغلت 3 مرات سلاسل، 1 2 3. هروح للفراغ اللي بعديه هنا وهشتغل فيه غرزة منزلقة، وهرتفع 5 سلسلة، وهروح للأعمدة اللي في القطعة اللي قدامها القطعة المقابلة، وهشتغل فيها غرزة منزلقة، هرتفع 5 سلسلة، واروح للفراغ اللي في نفس اللي انا عملت منه المنزلقة، وهشتغل فيه غرزة منزلقة، وهشتغل 5 سلسلة، واروح لنفس الأعمدة وهشتغل فيها غرزة منزلقة. يبقى انا كل فراغ وعمود بشتغل فيه السلاسل 3 مرات، 5 5 5، 3 مرات بالشكل ده كده. هيكون هنا عندي فراغ هشتغل فيه غرزة منزلقة، هشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هيقابلني في القطعة التانية أعمدة، هدخل واشتغل تحتيهم غرزة منزلقة، بعد كده هشتغل 5 سلسلة، هروح للفراغ اللي في القطعة التانية نفس الفراغ وهشتغل فيه غرزة منزلقة، بعد كده هشتغل 5 سلسلة، وهروح للعمود اللي انا اشتغلت منه برضو هشتغل فيه غرزة منزلقة. يبقى كل عمود وفراغ بشتغل فيهم 3 مرات كده بنفس الطريقة دي. هروح للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه غرزة منزلقة، وهكمل شغل بنفس الطريقة ان انا بشتغل 5 سلسلة، واروح في القطعة التانية هيقابلني هنا الأعمدة، هدخل تحتيها واشتغل غرزة منزلقة 5 سلسلة، هروح للفراغ اللي في القطعة التانية وهشتغل فيه غرزة منزلقة 5 سلسلة، وهروح من نفس العمود وهشتغل فيه غرزة منزلقة، هروح هنا للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة منزلقة، وهفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية نهاية البلوزة يعني من تحت. هكمل للنهاية وهكمل الجزء التاني اللي هو الطرف التاني بنفس الطريقة، وارجع لكم تاني اقول لكم هنشتغل ايه تحت. شبكت الجنبين بنفس الطريقة، بقت معايا بالشكل ده كده، شكلها جميل جدا، مدية شكل الغرزة بتاعتي نفسها، الجناب بتاعتها دي الجناب معايا شكلها تحفة. البلوزة شكلها جميل جدا في اللبس، وبتمط اهي يعني، انتي ما تتغريش بمقاسها ومقاسها صغير، لكن هي بتمط معايا. دلوقتي هنشتغل تحت غرزة البريد الامامي والخلفي، هتدي كامر للبلوزة شكلها حلو قوي. انت لو هي البلوزة دي هتبقى على الوسط بالظبط، لو انت حابة تطوليها عن كده بتطولي عدد الاسطر، انا هنا ارتفعت 23 سطر بس، انما انت لو حابة تزودي عدد السطور بتزوديها، بتمشي بنفس الخطوات. فانا هنا هشتغل تحت بغرزة البريد الامامي والخلفي،
فهيكون هنا معايا اول غرزة عمود اللي هي الاربعة سلسلة، هدخل في رابع سلسلة وهسحب الخيط، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3 وهعتبرهم اول عمود، هروح لتاني غرزة عمود وهدخل فيها وهشتغل غرزة عمود بلفة عادية، هروح للعمود التالت وهشتغل برضو فيه غرزة عمود بلفة عادية، هيقابلني فراغ ال2 سلسلة، هشتغل في فراغ ال2 سلسلة ده 2 غرزة عمود بلفة كده 1، وفي نفس المكان هشتغل كمان غرزة عمود بلفة كده 2، عندي ال3 أعمدة، هشتغل فوق كل عمود فيهم غرزة عمود بلفة كده 1 2 3، هيقابلني فراغ ال2 سلسلة، هشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة كده 1 كده 2، عندي ال3 أعمدة، هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة وهفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل عند الجناب. انا ممكن اتجاهل الجناب خالص ما اشتغلش فيها، انما انا ممكن اشتغل في فراغ ال5 سلسلة ده، هشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة بس اللي هو اخر فراغ تحت، واكمل شغل عادي ان انا بشتغل فوق العمود بشتغل فوق غرزة عمود بلفة، وفراغ ال2 سلسلة بشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة بس. الفرق في الجناب ان انا هشتغل، ممكن اشتغل في الجناب وممكن اتخطاها لو انا عندي البلوزة واسعة وعايزة اضايقها من تحت، انما انا هنا هشتغل في الجناب في ال5 سلسلة دول، هشتغل فوقيهم 3 غرزة عمود بلفة، هكمل الدوران بنفس الطريقة وارجع لكم تاني عشان اقول لكم هنشتغل غرزة البريد الامامي والخلفي ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور وقفلت بمنزلقة في 3 سلسلة. دلوقتي هرتبها 3 سلسلة مش هعتبرهم حاجة، هروح هنا عند اول عمود ده هدخل تحتيه بالابرة، هخلي العمود تحت الابرة بالشكل ده كده، واسحب الخيط واشتغل غرزة عمود بلفة عادية كده، دي اول مرة. هروح للعمود اللي بعديه واشتغل بنفس الطريقة، بخلي العمود فوق الابرة وبسحب الخيط وبشتغل غرزة عمود بلفة كده، دي 2، هعمل كمان مرة كده 3 كده 4، يبقى انا هشتغل 4 غرز عمود بلفة امامية، 3 سلسلة دول اللي هقفل فيهم من نهاية السطر مش هعتبرهم حاجة، وال4 غرز اللي بعديهم هشتغل فيهم غرزة عمود خلفي، بخلي العمود تحت الابرة الامامي، بخلي العمود فوق الابرة، انما الخلفي بخلي العمود تحت الابرة. يبقى السطر ده هنمشي ان انا بشتغل في 4 غرز عمود بلفة امامي و4 غرز عمود بلفة خلفي كده، عملت 4 خلفي، هروح لل4 غرز اللي بعديهم واشتغل 4 غرز عمود بلفة امامي كده 1 كده 2 كده 3 كده 4، ال4 غرز اللي بعديهم هشتغل فيهم 4 غرز عمود بلفة خلفي، بخلي العمود تحت الإبرة كده 1 كده 2 كده 3 كده 4، ال4 غرز اللي بعديهم هشتغل فيهم 4 عمود غرزة بلفة امامي كده 1 2 3 4، وهفضل مكملة بنفس الطريقة، هي هتديني الشكل ده كده، ان انا هشتغل 4 غرزة عمود هشتغل فيهم عمود امامي و4 اعمدة هشتغل فيهم عمود خلفي، هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهقفل بمنزلقة 3 سلسلة وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر
وقفلت بمنزلقة في تالت سلسلة. انا كنت في بداية السطر اشتغلت بريد امامي، في نهاية السطر هيكون معايا بريد خلفي، فهشتغل 3 سلسلة. وبرضو دولي مش بعتبرهم حاجة، دولي اللي بقفل فيهم السطر. انا هنا عندي 4 غرز بريد امامي، هشتغل فوق ال4 غرز بريد امامي 4 غرز بريد امامي كده، 1 كده، 2 كده، 3 كده، 4. عندي هنا 4 غرز بريد خلفي اللي هما داخلين لجوه دولي، هشتغل فوقيهم برضو 4 غرز بريد خلفي بنفس الطريقة ان انا بخلي العمود تحت الابرة كده، 2 3 كده، 4. عندي هنا 4 غرز بريد امامي، هشتغل فيهم 4 غرز بريد امامي كده، 1 كده، 2 3 كده، 4. يبقى انا همشي السطر ده كله ازاي؟ ان انا بشتغل في فوق البريد امامي بشتغل غرز بريد امامي، والبريد الخلفي بشتغل غرز بريد خلفي، وافضل مكملة بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية السطر، وارتفع كمان 4 سطور بنفس الطريقة ان انا بشتغل فوق غرز البريد الامامي بريد امامي، والبريد خلفي بريد خلفي، ونهاية السطر بقفله في 3 سلسلة، وبكمل بنفس الطريقة. هكمل السطر ده وارتفع كمان 4 سطور وارجع لكم اقول لكم هنشتغل ايه في حردة الايد اللي هي الكم. اشتغلت وخلصت الكمر من تحت وبقى معايا بالشكل ده كده، وكمان عملت على الايد بنفس الطريقة اللي عملت فيها الكمر، عملت 4 سطور برضو بقت معايا بالشكل ده كده. لو انتي حابة تسيبي الكم عادي من غير شغل، انما انا حبيت اعمل الكمر زي الكم من فوق. ولو احنا عايزين نطولها عن كده بنشتغل عدد اسطر زيادة، انما دي انا عاملاها على الكمر بالظبط عشان هلبسها هتتلبس على بنطلون بوي فريند. فانتي لو حابة تطوليها فبتطولي عدد الاسطر قبل ما تشتغلي الكمرة. طريقتها سهلة وبسيطة، البلوزة دي خدت معايا شلة خيط واحدة. فلو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.